5 نصائح مفيدة للنساء القصيرات. ارتداء الكعب العالي: يعمل الكعب أو الهيلز الذي يبلغ طوله حوالي 5-7 سنتي على إطالة الساقين. مش لازم يكون الكعب مؤلم، لكن تأكدي من ارتداء حذاء مريح. التنانير: التنورة هي وسيلة رائعة لإخفاء المناطق غير المرغوب فيها من الجسم، وبتساعد على إطفاء مظهر أنثوي، وينصح بارتداء التنانير ذات الطول المتوسط لأن التنانير القصيرة تظهر قصر القامة. السترات ذات الخصر الضيق: ارتداء القمصان أو السترات ذات الخصر الضيق يساعد على إظهار جمال الخصر. ركزي على الملابس التي تبرز ضيق خصرك. الألوان الداكنة: الألوان الداكنة تتمتع بالقدرة على لفت الانتباه على جميع مناطق الجسم المتعرجة والتركيز على الوجه مباشرة. أيضاً تساعد الألوان الداكنة في الظهور بمظهر أكثر رشاقة من الألوان الفاتحة. استخدام الإكسسوارات بحكمة: للحصول على مظهر أنحف وأكثر جاذبية، يمكنك تجربة أحزمة عريضة بدلاً من الأحزمة الرفيعة. الأقراط الرفيعة والمتدلية ستجعل رقبتك تبدو مستطيلة. تساعد قصات الشعر القصيرة أيضاً في جذب الانتباه إلى الفروق الدقيقة لوجهك، وتجعل رقبتك تبدو أجمل. احكوا لنا بالكومنتس إيش بتفضلوا، الشعر الطويل أم الشعر القصير؟